السلام عليكم. النسر احتاروا في أمره كتير قوي. العرب زمان كانوا بيشوفوا جبان وملوش لازمة ولا تأثير على البيئة، وجوده زي عدمه، وفي اللي شايفه دلوقتي غير كده خالص. هسيبك تحكم عليه بنفسك وهستنى رأيك في الكومنتات. يلا بينا نعرف حكايته. أنا محمد أسامة معاكم في النواة. عنده إخلاص قوي جداً، بيتجوز مرة واحدة بس، وعنده وفاء كبير قوي للعش اللي بيبنيه على الجبال العالية، علشان مفيش حيوان يوصل للبيض بتاعه. بيبيض من بيضة لتلات بيضات، وبيحتضن البيض لمدة 55 يوم، وبيهتم بالفرخ الصغيرة والعشر أيام بعد ما يفقس قبل ما يسيب العش ويبدأ رحلته ويعتمد على نفسه ويبتدي حياته. في منه 60 نوع مختلف موجودين. طوله بيوصل ل 130 سنتي، ووزنه في حدود 15 كيلو، وطول الجناحين بيعدي 3 متر تقريبا، وبيعيش من 10 ل 50 سنة على حسب نوعه. أقوى حس عنده البصر، عينه كبيرة تقريبا نص راسه، ووزنها زي عين الإنسان بالظبط. بالعكس، بيشوف أحسن 4 أو 5 مرات من البشر. عينه بتميل بزاوية 30 درجة عن مركز راسه، وده بيديله مجال رؤية أكبر، وكمان بيقدر يكتشف ضوء الأشعة فوق البنفسجية ويحدد مكان الفريسة بتاعته من على مسافات طويلة جدا. عنده حمض المعدة بتاعه ما شاء الله قوي جدا، أقوى 100 مرة مننا، علشان كده ما بيتعبش ويقدر ياكل حاجات كتير قوي. في منه اللي بياكل اللحوم والأسماك عادي، وفي اللي بيتغذى على اللحم الفاسد حتى لو متحلل، وفي اللي عايش على ثمار النخيل الغني بالزيوت، وفي اللي بياكل بيض النعام، ولو معرفش يكسره بيجيب حجر بمنقاره ويضرب عليه لحد ما يتكسر وياكل اللي جواه. والغريب بقى ان في نوع منه بيحب ياكل العظم بتاع الحيوانات الميتة. انت بقى من وجهة نظرك شايف ليه فايدة ولا لأ؟ وما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات وتشارك الفيديو لو عجبك، ونشوفكم على خير في نواة جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.